ما كملتش تعليمها وقلعت الحجاب بعد 17 سنة، بتعشق السوشيال ميديا والفاشن والموضة، ودخلت كلية تكنولوجيا المعلومات، وعلاقتها بباباها زي الأصحاب، مش أب وبنته خالص. حكاية البلوجر عائشة أشرف إزاي اتشهرت، علاقتها بباباها عاملة إزاي، وإيه ردة فعله لما خلعت الحجاب، ومفاجأة عن حلم حياتها. كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. جمالها جمال مش عادي، وشبهوها بانجلينا جولي، بتعشق الفاشن والميك اب، وبتعرف تغير من ستايل لستايل وبيكون لايق عليها. كلامنا هنا عن البلوجر عائشة اشرف واللي اتصدرت الترند خلال الفترة اللي فاتت، بس علاقتها بباباها وخلعها للحجاب بعد اكتر من 17 سنة خلى صورتها بشكل مختلف. قالت انها حابة شكلها بشعرها، وعايزة اما تقرر تلبس الحجاب تلبسه صح 100%، يكون شرعي مش مجرد بتغطي شعرها وخلاص. عائشة بنوتة في العشرينات من عمرها، حصل في حياتها لخبطة بسبب انفصال والدها عن والدتها، بس عائشة عايشة مع الاتنين شوية هنا وشوية هنا. اللي ما تعرفوش عن عائشة ان زي ما في حياتها الحلو هي برضو عاشت حياة صعبة، وقرار انفصال باباها ومامتها اثر عليها كتير جدا. عائشة ما قدرتش تكمل تعليمها رغم انها خلصت ثانوي صنايع ودخلت سنتين من كلية تكنولوجيا المعلومات، بس ما حبتهاش واشتغلت بالسوشيال ميديا وكملت فيها. شغاله بجانب السوشيال ميديا ميك اب ارتست، ونفسها تكبر وتعمل مشروع ميك اب ارتست لحد ما تبقى من المشاهير وتنافس اللي موجودين في الساحه. عائشه فضلت محجبه اكتر من 17 سنه لحد من شهرين بس خلعت الحجاب، واحلى ما في الموضوع هو رد فعل باباها. هو شخص محبش ينتقدها، بالعكس هو تقبل قرارها بمنتهى البساطه، جاب لها لبن وعسل وقرا عليها قران واداها لها وقال لها ربنا يهديكي، وقال انه شيخ بس مش هيجبر بناته انهم يلبسوا الحجاب، لازم يكونوا لابسينه عن اقتناع. وزعل جدا من ردود افعال الناس، خاصه وان كلامهم كان جارح، وقال لهم انا عاوزكم تدعوا لبناتي بالهدايه. قال كمان للمتابعين انه مش راضي عن تصرفات عائشه 100%، لكن لازم يقف جنبهم لحد ما يحسوا هما من نفسهم بالصح من الغلط. متابعين كتير شايفين ان اشرف بابا عائشه شخص راقي جدا في افكاره وطريقة كلام، وان نفسهم في اب يكون متفهم زيه او يسمعهم زي ما هو بيعمل مع بناته. واللي ما تعرفوش بقى فهو صعيدي وابن بلد وجدع ودمه خفيف، وبناته الثلاثة عائشة وزينب ورقية نسخة منه في الشكل، تحسهم كده فولة واتقسمت نصين. اكتر حاجة بقى مزعلاه هي ان بناته قرروا يسيبوا التعليم وما يكملوش بسبب السوشيال ميديا، وانه نفسه انهم يرجعوا يكملوا تاني، وان زينب بس هي اللي كملت ومعاها اداب علم نفس وهتعمل ماجستير، وبيتمنى عائشة ورقية مع الوقت يرجعوا في قرارهم ويكملوا. من كتر ما عائشة شكلها جذاب وملامحها جميلة قوي شبهوها بانجلينا جولي العرب، ومش ناوية توقف سوشيال ميديا خالص، هي شايفة ان العالم بتاعها هو ده، وهي بتحاول كمان تطور نفسها فيه عشان يكون مصدر رزق يقدر يكفيها للمستقبل. عائشة من كتر حبها للفاشن بتعمل اعلانات لبراندات مصرية في اللبس والميك اب واي حاجة تخص الموضة. وعن اكتر قرار جريء بقى في حياتها هي انها عملت عملية تجميل في مناخيرها وقعدت شهور تعبانة لحد ما بقت بالشكل اللي هي عايزاه. عائشة قدرت في وقت قصير هي واخواتها البنات يبقوا من المشاهير وينافسوا البلوجرز اللي موجودين على الساحة، لدرجة ان غالبية المتابعين في الاول ما كانوش بيعرفوا يفرقوا بين التلاتة لحد ما واحدة واحدة عرفوا الفرق بينهم. يا ترى بقى انت وانتي من متابعي عائشة اشرف، وايه رأيكم في رد فعل باباها بعد خلع الحجاب؟ قولوا لنا في التعليقات.